كما استقبل يوم أمس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا رئيس الوزراء كونغو برازافيل ممثلا لرئيس بلاده في القمة المنعقدة أمس. المقابلة تناولت موضوع التجوال الحر لمواطني دول السماك والتجارة المشتركة والتدريب المهني والبرامج الاقتصادية. تقرير رشاد رمضان. على هامش القمة غير العادية لرؤساء الدول وحكومات المجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية، استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية رئيس الوزراء الكونغولي كليما مومبا الذي جاء للمشاركة في هذه القمة ممثلا لرئيس بلاده. المقابلة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين العلمي والاقتصادي وسبل تعزيزها ودعمها فيما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الأمنية بدول أفريقيا المركزية ومستقبل مجموعة دول السيماك وسبل التصدي للإرهابيين. وأشاد رئيس الوزراء الكونغولي بالدور الذي يقوم به فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من جهود وحنكة لتأمين دول المجموعة من خطر الإرهاب وإنعاش اقتصادها. المقابلة التي حضرها وزير البيئة والأمين العام برئاسة الجمهورية أكد فيها الطرفين اعتماد كل القرارات التي خرجت بها القمة غير العادية لرؤساء الدول وحكومات دول السماك. وبعيد خروجه من المقابلة أكد رئيس الوزراء الكونغولي كليما مومبا بأن المقابلة طرحت موضوع التجوال الحر للمواطنين بدول السماك والتجارة المشتركة والتدريب المهني والبرامج الاقتصادية، فضلاً عن اعتماد الميزانية المشتركة وإدارة العمل المالي بدول المجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية، بالإضافة إلى الحكمانية وحماية الحدود والتصدي للإرهاب. وعلى ضوء ما تمخض عن القمة غير العادية لدول السماك التي استضافتها العاصمة نجمينا وما حققته من إنجازات إيجابية، التقى الزميل محمود حسن سمبو برئيس برلمان دول المجموعة التشادي محمد علي كوسو، حيث صرح له بالحديث التالي. أولا الليبر سيركلاسيون يكون بين البلد أنا ستنا أفريقيا السنترال هذا تمشي بدون فيزا. ثانيا في موضوع بتاع الكهرباء ونقل كله في البلدان ده هسا مش تمشي جميلة من كسري من بنغور لكسري كله قريب كله يبقى فادي يبقى بترك مش اللي هسا بونغلي هسا سوني ده في الكاميرون ما غابون كله بسو ما جيني ما كامون كله سو ما برازافيل كله بسو كله النينة كله هسا باران كان عند كارد انتي سيكوريزي ولا باسبور سيكوريزي تمشي وين كل وثالثا هم انشاء الحمية في نزوة الامريكيين الممنون تشادين ما يمشوا في امريكا هذا جابوا لنا حمية كاملا دونك ده كله فرصة كبيرة في اول مرة. اليوم في تشاد في 1,280,000 كيلومتر كاريرة ولا الربيل ولا تو إرهاب ما فيش نينا السلام هذا دي بجابة دونك خلي تشادين كل يشكروا إدريس ديبي إتنو.